طعم كلش طيب، بالإضافة للفائدة مالت المبروش ويا الموز. وألف صحة وهنا إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل من يجرب العصاير. السلام عليكم حبايبي، شلونكم أخباركم؟ اليوم راح أسوي لكم مجموعة من الفيديوهات مالت عصير. يعني عندنا اليوم راح نسوي عصير الموز. أول شيء عندنا طبعا كلش طيب ومغذي، طبعا كثير من الأطفال ما يأكلون الموز بس بالعصير كلش يحبوه. مقاديره كلش سهلة وسهل يعني العمل مالته. عندي 3 موزات قشرتها وخليتها بالخلاط، عندي شكر وعندي شوية من المبروش جوز الهند. طبعا طحنته لأن أنا المبروش عندي خشن، لازم يكون ناعم بهالشكل. تقريبا ملعقة أكل أخلي، راح أضيف له شوية حليب ومي بارد، طبعا مي مثلج يعني شبه جامد عندي. وراح أدي بالطريقة، أول شي خليت الموز بالخلاط، راح أخلي عليه الشكر 3 موزات، راح أخلي له 2 ملاعق أكل شكر واشوف يعني الحلاوه مالت اذوقه. اذا احتاج شكر النوب اضيف له، بس تقريبا هيك يمكن كلش كافي. عندي مبروش راح اخلي 2 ملاعق اكل، ما راح اخذ هوايه، طبعا هاي حسب رغبتكم، بس ينطي نكهه كلش طيبه المبروش. راح اضيف قليل من الحليب، يعني شي 1 كوب مالت نسكافه، واللي يحب يعني خلي بس حليب عادي يعني هم طيب كلش طيب. وراح اضيف الماي، تقريبا عندي هذا البطل، ما راح اضيفه كله يعني شوف ايش قد احتاج. هالشكل شوفوا حبايب، يعني عندي شويه جامد، كل ما يكون بارد اكثر كل ما يكون اطيب. تقريبا نص البطل خليت، وإذا تخلون قطعة من الثلج يعني ثلج ناعم يكون أضبط. ونبدأ بالخلط إن شاء الله. وهسه حبايبي بعد ما كمل عندي بهالشكل، طبعا القياسات هاي كلش مضبوطة عندي كانت، يعني 2 ملاعق أكل مالت شكر كفت كلش زين قياسة. راح أبدأ بأصب إن شاء الله العصير بهالشكل هذا. اتمنى تجربوه، يعني المبروش ينطي نكهه وطعم كلش طيب، بالاضافه للفائده مالت المبروش ويا الموز. والف صحه وهنا ان شاء الله علينا وعليكم وعلى كل من يجرب العصاير.